معكم انا ناصر موقع عرفني.com. فيديو النهارده هنتكلم عن طريقه ايقاف الصوت او كتم الصوت بالنسبه للتبات على جوجل كروم. اوقات كتير بيواجهنا مشاكل اثناء تصفح المواقع او زياره المواقع لاول مره، بيتم تشغيل بعض الملفات الصوتيه بشكل تلقائي او اوتو بلاي، فبتبقى محتاج تقفل الصوت بالنسبه للتاب او بالنسبه للموقع ده. الموضوع بسيط جدا، هيتم بدون اي اضافات، مجرد بعض الاعدادات هنبدا نفعلها على المتصفح. بداية هتبدأ تخش على الرابط ده، الرابط ده مجرد تضغط عليه هيتم توجيهك للخيار اللي هيتم تفعيله، مش هتحتاج تبحث عن أي شيء لأن القائمة بالفعل فيها مجموعة كبيرة من الإعدادات والإضافات، فاللي احنا محتاجينه بس تبدأ تضغط على الرابط ده. طبعا الرابط هيكون موجود في الموضوع المخصص للفيديو، هتبدأ تضغط عليه هيتم تحويلك بشكل مباشر، هيبدأ يظلل لك الخيار باللون الأصفر. بعد كده هتلاقي ان في عندنا حاجة اسمها تمكين إضافات، هنبدأ نضغط على تمكين إضافات. بعد كده المتصفح هيبدأ يطلب منك إعادة تشغيل، هتبدأ تعمل إعادة تشغيل المتصفح أو هتبدأ تقفل المتصفح وتشغله مرة أخرى. بعد ما تعمل إعادة تشغيل للمتصفح هتبدأ تشوف أي فيديو على اليوتيوب، أي ملف موسيقى عشان تبدأ تجرب في الإضافة دي. طب هتجرب إزاي؟ لو يكون الفيديو دلوقتي شغال وفي صوت صادر منه، لو جينا لاحظنا في الميكسر هنا في صوت بسيط ظهر أو صادر من جوجل كروم. تمام، انا دلوقتي محتاج اقفل الصوت ده، هيتم الموضوع ازاي؟ انت مجرد ما بيبدا يظهر اي صوت او بيبدا يصدر اي صوت من اي تاب في جوجل كروم بيبدا يظهر لك العلامه او الايقونه ديت، مجرد انك تقف عليها هيبدا يظهر لك زي شريط باللون الاحمر، تضغط عليه هيبدا يكتم الصوت الخاص بالتاب ده. لو مثلا لو حاولت اعلي صوت على الاخر، حاولت اشوف مثلا، هلاحظ ان مفيش اي صوت صادر من جوجل كروم. دلوقتي لو انت حبيت ترجع الصوت، مجرد بس انك تبدأ تشيل او تبدأ تضغط على الايقونة ديت هيبدأ يشيل لك العلامة. طبعا الموضوع تقدر تجربه على اي تاب، مش هتواجهك اي مشاكل في الموضوع ده. ده كان بالنسبة لموضوع النهاردة، هيفيدك في حالة اذا حبيت تتحكم في الصوت للتابات اثناء تصفحك لجوجل كروم. ده كان موضوع النهارده وده كان فيديو النهارده. لو عجبك الفيديو تعمل لايك، لو اول مره تشوفنا على اليوتيوب تقدر تعمل سبسكرايب. كمان تقدر تتابعنا على الفيسبوك، على تويتر، على انستجرام، على جوجل بلس، جميع الروابط دي هتلاقيها اسفل الفيديو، بالاضافه انك تزور الموقع عشان تتابع المواضيع الكتابيه اللي بنزلها بشكل يومي. ده كان موضوع النهارده وده كان فيديو النهارده، يا رب كان وصل الفكره. كان معاكم على انصار موقع عرفني.com.